بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي إسماعيل محمد وبشتغل مبرمج كمبيوتر. طبعا أنا قريت في الفوركس كتير قبل كده، وكنت حاولت أتعلمه من خلال المنتديات وعلى الإنترنت، وعملت داونلود لكتب كتير وقريت فيها، بس كنت بحاول أشتغل وكنت حاسس إن أنا بشتغل وأنا مش فاهم فيه أوي، أو إن في أسس علمية المفروض نشتغل عليها عشان تقدر فعلا تستفيد من ورا الفوركس، مش زي ما احنا بنتكلم او زي ما احنا عارفين ان بتبقى دايما في اغلب الاحيان نسب خسارة بتاعته كبيرة. طبعا كنت قريت عن المركز هنا كتير، وكنت عارف ان هما بيقدموا كورسات من فترة، بس كطبيعي كنا دايما بنتخوف من الكورسات وان احنا هندفع فيها فلوس، طب هنستفيد مش هنستفيد. لكن بصراحة انا لما جيت هنا استفدت في كل حاجة، يعني استفدت علميا في الفوركس ان انا ازاي اشتغل فيه على اسس علمية مظبوطة، واستفدت فيه برضو من خبرات طبعا الباشمهندس ايهاب، تمام، في كل حاجة، يعني استفدنا في العلم واستفدنا في الخبرة، وان احنا ازاي نقدر نقتنص فرص ندخل فيها نستفيد من وراها ونقلل احتمالات دخولنا الخطأ للسوق. فطبعا انا سعيد جدا ان انا حضرت الكورس هنا، وسعيد جدا ان انا اتعرفت على الباشمهندس ايهاب، وطبعا هو ربنا يكرمه يعني ليه الفضل في الاول وفي الاخر برضه علينا، وشكرا.